بسم الله الرحمن الرحيم، معاكم مهندس عصام، مهندس تصميم وإنتاج دفعة 2006 هندسة عين شمس. دلوقتي إن شاء الله هنتكلم على موضوع جديد أو كورس جديد أفتكر إن هو هيدرس لأول مرة في مصر، هو برمجة الأوتوكاد من خلال الماكرو. الماكرو برضو اللي ما يعرفش هو موديول موجود أوريدي في الأوتوكاد ونزل بعد الليسب، تمام؟ يعني الماكرو هو شيء متقدم جدا عن الليسب وقدراته خطيرة جدا وكبيرة جدا وتفوق الليسبات بمراحل. طبعا الرسم على الاوتوكاد زي ما احنا عارفين بياخد وقت كبير ومجهود من المهندسين، وممكن كمان يسبب مشاكل وظيفيه واخطاء في الرسومات، وبرضه بالرسم الاوتوكاد بيكلف الشركات ساعات عمل اضافيه طويله لانهاء المخططات المطلوبه للمشاريع. طيب ازاي الماكرو بيحل كل المشاكل دي وايه هو الماكرو؟ الماكرو هو عباره عن مجموعه اكواد بلغه برمجه اسمها البيزك لتنفيذ مجموعه كبيره من الاوامر في صفحه الاوتوكاد دفعه واحده. طبعا لما نفذ مجموعه كبيره من الاكواد او مئات الاوامر بمجرد ضغطه زر في الماكرو، فده بيخلي ان انا اخلص الرسومات بسرعه ودقه كبيره جدا في التنفيذ على الاوتوكاد. دي صفحة الماكرو، هنتعلم ازاي ننشئ فورم زي كده، ازاي نعمل تكست بوكس زي كده، ازاي نعمل زراير ونحط جواها الاكواد المطلوبة، ازاي نستعمل كل التولز الموجودة في الفورم الموجودة عندي في الماكرو. دلوقتي هنشوف امثلة موجودة اوريدي في الكورس. اول مثال عملي في الكورس نشرحه عبارة عن برنامج لعمل المخططات المدنية او المعمارية. زي ما احنا شايفين في اللاي اوت ده عبارة عن مجموعة مساحات او غرف، كل غرفة موجود جواها تكست وليها باب ضلفة واحدة او ضلفتين. دلوقتي هبدأ اسحب ادي الماكرو اللي اتعمل، هسحبه في الاوتوكاد واقول له لود، واجي من قائمة تول واقول ماكرو ورن. هنا طول الغرفة وهنا عرض الغرفة وهنا الوول سيكنس يعني المساحة او المسافة دي قد ايه، والدور ديستانس يعني مسافة من الركن ده لحد سنتر الباب قد ايه، وهنا الباب بتاعي هل هو ضلفة واحدة ولا ضلفتين، والتكست اللي انا عاوز احطها في النص هكون عبارة عن ايه، كيتشن ولا اوفيس ولا اي جزء من الاجزاء دي، فانا هخليها هنا ريستورانت. مجرد بقول درو هلاقي البرنامج اوتوماتيك انشأ لي الغرفة هي ومكتوب جواها ريستورانت بكل الابعاد اللي انا حطيتها. ابدأ اعمل لها موف واحركها واحطها في السبيس بتاعي، يبقى انا بس مجرد ما اعمل الغرف وارصها جنب بعضها يبقى انا اقدر اعمل اللي اوت ده في وقت سريع جدا. المثال التاني اللي هنشرحه في مجال التكييفات، هي اكتر حاجه الحقيقه بتتعب المهندسين هي حسابات السيرفيس اريا للدكت وحساب الويت بتاع الدكت عشان يبدا يطلب خامات الشيت ميتال والعزل للدكتات. انا هنا حملت البرنامج، هقول ماكرو ورن. انا هنا احط الدكت لينس وهنا الويتس بتاع الدكت والهايت، تمام، اللي هم الثلاث ابعاد، والدكت سيكنس واقول له مجرد هنا درو، هلاقي اهو هنا البرنامج انشأ لي الايه الدكت بتاعي وادي طوله وعرضه والهايت وحسب لي قد ايه كام كيلو جرام وزن الشيت او وزن الصاج والسيرفيس اريا بتاع الصاج علشان ابدا اطلب العزل. زي ما احنا شايفين ان التكست في الفايل ده يعني كتيره جدا والتعديل عليها بياخد وقت ومجهود وبيكون صعب جدا في حاجه زي دي. فانا هنشوف دلوقتي البرنامج، هو بصراحه بيقوم بمجموعه وظائف. على سبيل المثال الزرار دون لو دوست عليه هلاقيه بيرقبني A B C D وهكذا، تمام. الزرار هنا برضو الجزء ده ترقيم برضو ولكن قبليه حروف وبعديه حروف، تمام. يعني لو قلت هنا مثلا حرف الاف مثلا يبقى وقلت insert text هلاقي R1F R2 R3F وهكذا، فهو ترقيم برضو ولكن قبليه حروف وبعديه حروف ثابتة اللي أنا بكتبها هنا هو نفس اللي بيتكتب في البرنامج. كذلك لو عايز أعمل replace لتكست معينة ممكن أكتب find text دي والريبليس هيغير لي التكست الموجودة هنا في كل الفايل الاوتوكاد الموجود. كذلك حاجه مهمه جدا زي ما احنا شايفين الحروف هنا اللي قدامي دي كابيتال كلها، ممكن احولها بضغطه زر كلها لحروف سمول. لو قلت هنا سمول ليتر هلاقي البرنامج اوتوماتيك اهو حولها لي كلها لسمول ليتر. ممكن ارجعها كابيتال تاني، رجعها لي كابيتال تاني في كل الايه الفايل. كذلك لو انا عندي مجموعه ارقام، تمام،
زي الأرقام الموجودة عندي هنا دي كده مثلا، أعمل لها isolate. الأرقام دي ساعات كتير بحتاج أجمع الأرقام، فمجرد هنا أقول sum group of text وباجي بحط الإيه الريزلت بتاعي هنا، هلاقي البرنامج جمع لي كل الأرقام دي وحط لي الناتج هنا موجود أهو في المكان اللي أنا عايز أحدده. فده برضه سهل لي عمليات الجمع. ازاي احط دايمنشن على الحاجات الموجوده في اللوحه عندي بشكل اوتوماتيك وبدون اي مجهود. تمام، هبدا بس استدعي البرنامج. ادي البرنامج، الزرار ده يحط لي دايمنشن على الشكل ده او على الخطوط اللي هو مكتوب عليه بوت دايمنشن اون اول لاينز. تمام كده، حط لي دايمنشن على الايه، لو قفلت كده هيلاقي هي الدايمنشن اتحطت كلها، كل خط حطيت عليه الدايمنشن بتاعه. بعد كده هشوف الايه الجزء التاني هو الماكرو ورن، هيحط لي الدايمنشن بعد كده على كطول وعرض على الايه الكلوز بلو لاين، دي عبارة عن بلو لاين كلوز، هيحط لي عليها الدايمنشن الطول وعرض اهي زي ما احنا شايفين. لو قفلت كده هيلاقي هنا ادي الابعاد بتاعتي. تمام، والجزء الأخير وهو البلوكات برضو هيحط لي الدايمنشن عليها كطول وعرض للبلوك، أدي أول بلوك. تمام، أدي هي الدايمنشن بتتحط بشكل أوتوماتيك زي ما احنا شايفين على كل البلوكات كطول وعرض. محتويات الكورس، طبعا عشان أدرس برمجة لازم أول جزء هو مقدمة عن البرمجة بشكل عام، الجزء الثاني هو خاص بالتكست أو النصوص الموجودة في اللوحات الهندسية إزاي أتحكم فيها، وبعد كده الجزء الثالث والرابع ازاي اعمل برامج علشان ارسم بيها حاجات معينة او في مجال تخصصي او في مجال اللي انا بشتغل فيه، ازاي استخرج معلومات زي المساحات والاحجام من صفحة الاوتوكاد الموجودة عندي وادخل المعلومات دي كتكست بشكل اوتوماتيك وسريع جدا في الاوتوكاد، ازاي اعمل سيرفينج وفلتريشن على بشكل اوتوماتيك في صفحة الاوتوكاد، وازاي احط الابعاد بطريقة تلقائية بدون أي مجهود في صفحة الأوتوكاد الموجودة قدامي. إيه الفايدة المباشرة من الكورس؟ طبعا المتدرب من خلال الكورس هيتعلم يعني إيه برمجة، هيتعلم برمجة الفيجوال بيزك، وهيقدر يعمل البرامج الإيه الماكرو الخاصة بيه في مجال عمله اللي هو شغال فيه، وبالتالي هيوفر عليه مجهود وساعات عمله. كذلك من خلال الكورس المتدرب هيحصل على مجموعة برامج جاهزة هيقدر يتدرب عليها و ينمي قدراته في البرمجة. ثالث حاجة، هيوفر ساعات عمل إضافية كبيرة في الشركة، وبالتالي هيخلق عنك انطباع جيد في الشركة اللي انت فيها. رابع فايدة من الكورس، ودي طبعا مهمة جدا، ان انت ممكن تعمل برامج او مكروهات للشركات المختلفة الموجودة في السوق وتتربح منها، يعني تبقى مصدر دخل تاني ليك عن طريق عمل مكروهات وتسويق. ان شاء الله يكون الموضوع عجبكم، وشكرا لاستماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.